الناس دي بتشتغل بسرعة جدا يا فندم، والعرض اللي عرضوا عليا سعيد خليل يأكد الكلام ده. ده سفرني اخد النو هاو، وخد موافقة نازلي عليا، وخلى جبران يمشيني من الشغل، وعرض عليا اشتغل معاه، وكل ده في وقت قياسي. ايوه مظبوط. انا حاسه ان انا مش هعرف اغطي كل نشاط سعيد ومراته وانا بشتغل معاهم في المركز. اي نعم هبقى قريبه منهم جدا وانا بشتغل معاهم، لكن في حاجات كتير قوي هتحصل بره انا مش هشوفها. عايزه توصلي ليه؟ نجنت حد يساعدني ويغطي الجزء اللي انا مش شايفاه، وفي نفس الوقت يبان لهم ان انا بقرب من المصادر بتاعتي وبحاول اجندهم. قصدك انجي؟ انجي ممكن تكون معارضه شرسه ومتهوره كمان يا فندم، وليها مواقف عنيفه ضد حاجات كتير في البلد، بس وطنيه وذكيه ونيتها كويسه، وده اللي يهمنا. ميرسي يا انجي، حلو قوي بجد. مع اني كنت متوقع تكون هديه اشقى من كده. شقية ازاي يعني يا دكتور؟ قولي لي، اتبسطتي في السيمينار؟ بصراحة ده فهمت يعني ايه انه تغيير الأنظمة ده فن وعلم. هو بس مشكلتي الوحيدة معاهم ان هم مدين مساحة كبيرة قوي للإخوان. في ايه انجي؟ هم الإخوان دول يا بنتي كانوا ضرتك. أنا عايز أعرف، مش الإخوان دول فصيل سياسي؟ بس مختلفين معاه في كل حاجة تقريبا، ومش محتاجينه. حضرتك لو كنت حضرت معانا بنفسك كنت عرفت ان الموضوع مش صعب. احنا نقدر من غيرهم ان احنا نشحن الناس ونحركهم ونجبر الناس. انا مش محتاج احضر معاكم عشان اعرف الحقيقه دي. انجي، الظروف اللي بتمر بيها البلد دلوقت يقدر اي واحد ينزل الناس الشارع، بس معيار القوه مين اللي يقدر يرجعهم؟ وده سر قوه الاخوان. صحيح هم فصيل قليل، لكن عندهم السمع والطاعه. كلمه منهم يقدروا ينزلوا أتباعهم الشارع، كلمة برضو يقدروا يروحوهم. تفتكري يا إنجي أنا أقدر أعمل معاكي كده؟ لا طبعا، عشان إحنا فصيل سياسي مش قطيع غنم. ساعة الجد اللي عايز يتفق أو يعمل ديل لازم يتفق معاهم. ده كلام رجالة كبار في دول كبيرة، لا بتعرف تهزر ولا تجامل. الناس دي حطت رهانها على الإخوان، والشاطر بقى اللي يعرف يظبط نفسه معاهم دلوقت. يعني حضرتك شايف ان الناس ملهاش اي دور خالص؟ اوعى تفتكر اني مبسوط من اللي بقوله لك، بس السياسه فن الممكن والغايه تبرر الوسيله. تاكدي، انا لو عرفت اني غلطان مش هزعل ابدا، بالعكس الخساره هعوضها، وهكون فرحان لو الناس طلعت احسن مما كنا نتوقع. بس ما اظنش ان ده هيحصل. حكاية إنجي دي عاوز لها ترتيب. أنا عايزك في المرحلة الأولى عند سعيد تكسبي ثقته، ما تعمليش أي حاجة تخليه يشك فيكي. حاضر. طيب على الأقل ممكن أحافظ على العلاقة الإنسانية اللي بيني وبينها، أظن دي ما فيهاش حاجة. لا ما فيهاش. قولي لي إيه تقييمك لنازلي؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.